عندي مجموعة من التفاصيل وعندي مجموعة من الكواليس والفيديوهات المهمة جدا، ولكن الأول هاخد التليفون دلوقتي لأن عندي أخبار مهمة جدا بالتأكيد محتاجين نسمعها من زميلنا وصديقنا الأستاذ محمود شوقي الناقد الرياضي المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية. أستاذ محمود مساء الفل. مساء الخير عليك يا استاذ محمد، وتحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام في كل مكان. اولا الف مبروك تحقيق الميداليه البرونزيه، مشاركه فعاله، تغطيه مميزه، وعايزين نطمن منك بقى على كل الاخبار المتعلقه بالبعثه من بعد ما وصلت لفندق الاقامه لغايه المغادره دلوقتي لابو ظبي للمشاركه في كاس السوبر للانديه الابطال. بدايه مبروك ليك وكل جمهور الاهلي العظيم في كل مكان، تحقيق ميداليه جديده تضاف لسجل حافل من الانجازات، ومدينة تضاف لبطولات الأهلي الزاخر والبطولات عبر مسيرة طويلة جدا. آخر نسخة من المونديال بشكلها الحالي والأهلي بحالة البرونزية، يتواجد على منصة التتويج مع كبار نجوم العالم في مانشستر سيتي وجوارديولا ورفاقه، وده بيرد على الكلام أو اللي أنت كنت بتتكلم عليه من شوية برضو، إنه بعض الناس بتقال بالبرونزية رغم إنها إنجاز كبير جدا ما حدش بيعرف يوصل له بسهولة. الأهلي بيحققه للمرة الرابعة، فمبروك ليك ومبروك لكل الجمهور العظيم، ومبروك لإدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب اللي بذل جهد كبير جدا في السنوات الأخيرة، ومجلس إدارته المحترم، جهاز فني على أعلى مستوى. وعاوز أقول لك انطباع قبل ما أقول لك على المعلومات اللي حصلت النهاردة، الحمد لله إشادة كبيرة جدا ببعثة الأهلي الموجودة في المملكة العربية السعودية، كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة الحمد لله كانت بتسير بشكل رائع يليق بمكانة الأهلي والقدر الأهلي. صورة طيبة جدا للبعثة في كل التفاصيل، كل التفاصيل سواء في مقر الإقامة أو في ملاعب التدريب أو في المباريات، الحمد لله لم تحدث أي شائبة تعكر صفو البعثة. النهارده شوف امبارح اللي حصل من بعد التتويج، الفريق رجع لمقر الإقامة، كان في بعض الأمطار في طريق العودة، الفريق رجع، اللعيبة طلعت الغرف. النهارده الصبح كان في تمرين، يعني النهارده الناس ممكن بعض الناس ما تتصورش اللي أنا بقوله ده، النهارده كان في تمرين للاهلي، متصور بعد ده كله في تمرين عشان خاطر السفر لابو ظبي. اللي اتمرن النهارده اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه، اللعيبه اللي شاركت في جزء من المباراه اتمرنوا برضه النهارده في الملعب رقم 3 الفرعي لاستاد الجوهره المشع بجده، والفريق غادر منذ قليل مطار جده متجه الى ابو ظبي، ان شاء الله يصل بعد قليل الى هناك استعدادا للسوبر المصري، اللي طبعا بعثة الأهلي لم تتلقى أي رد أو ما تتلقاش موافقة بتأجيل المباراة المقررة لها يوم الاثنين القادم في مشهد بنشوفه لأول مرة أو تقريبا ما بنشوفوش إلا عندنا إحنا بس، إنه فريق عالمي أو فريق بيخوض مناسبات عالمية ودولية كبيرة ويشرف اسم مصر في المحافل الدولية يخوض مباراة بعد 48 ساعة. بالمناسبة ده كان مسار اندهاش كبير جدا هنا يا أستاذ محمد لدى الإخوة السعوديين لما عرفوا اثناء مغادره الاهلي لفندق الاقامه ان الفريق عنده ماتش بعد بكره. يعني مش عارف اقول لك الصدمه كانت عليهم ازاي، مش مستوعبين اللي انا بقوله لهم اساسا، يعني ازاي فريق بيغادر جده دلوقتي وعنده ماتش بعد بكره في ابو ظبي. فدي ده قدر الاهلي بقى، وهنستحمل ده وان شاء الله الفريق يضيف بطوله جديده باذن الله في ابو ظبي. كل اللعيبه الحمد لله بحاله طيبه للغايه، الحمد لله مفيش اي شكوى من الاصابات، الامور طيبه على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني، كل الناس سعيده بالبرونزيه، احتفال يليق بالحدث وفي نفس الوقت ما فيهوش مبالغه كعاده الاهلي. الكابتن محمود الخطيب كان موجود النهارده في فندق وقفه اللاعبين قبل التوجه للمطار، وراح معاهم طبعا المطار لانه عنده استكمال رحله علاج بسيطه في دبي باذن الله. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه اشرف على كل التفاصيل النهارده الخاصه بالمغادره، وحاجه جميله حصلت النهارده ان الكابتن الخطيب وكل اعضاء البعثه حرصوا على توجيه الشكر لكل العاملين بفندق الاقامه، سلموا على كل الناس تقريبا اللي كنت موجود داخل الفندق، وشاهدت بنفسي مدى الاحترام اللي ابدته بعثه الاهلي لكل الاخوه السعوديين داخل الفندق، وكمان في عدد من المصريين شغالين في الفندق، كلهم احتفوا بالاهلي خلال الفتره اللي فاتت بشكل رائع، وبالتالي اداره البعثه كانت حريصه انها تشكر الجميع على هذه الحفله، وكل الناس عملت جهد رائع جدا لازم نسجله من خلال منبره المحترم يا استاذ محمد بكثير من التقدير والتوقف. كل بعثه الاهلي قدمت دورها على اكمل ما يكون. اكيد. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه وكل العاملين معاه، الكابتن خالد بوم مدير الكوره وكل الجهاز الاداري، كابتن سمير عادل طبعا المدير الاداري التاريخي، استاذ حنان الدين، استاذ جمال جبر مدير الاعلام،
وغيره وغيره من المسؤولين الكبار اللي كانوا موجودين في بعثة الأهلي اللي قدموا صورة تليق باسم الأهلي ومكانته. بإذن الله. الزميل عزيز محمود شوقي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وهذه الأخبار. وزي ما انتم شايفين على الشاشة طبعا يمكن لحظات سفر الفريق والتحرك من فندق الإقامة إلى مطار جدة استعدادا للسفر إلى الإمارات.